كلنا نحن منقضيها أعياد ومنقضيها ومنقضيها كمان أفراح. نحن اللبنانيين على طول منفرح. نعم. ومنضحك على طول. كيف منضحك؟ منضحك تكون الكهرباء مقطوعة. اشت الكهرباء. اشت المي. شفتي إنه مقضينا ضحك وفرح نحن. نعم. يجي. إلا كان معقول اللبناني عنده كهرباء واشتراك. وتليفون وسلولر. نعم. ومي وستير. وكل شيء كل الأحبة اثنين اثنين بس اللبناني مبسوط بيفرح. نعم. وقت تجي الكهرباء هيك اليوم بالبيت نحن عنا إيمان جت الكهرباء قومي اغسلي قومي جي قومي تحمموا قومي قومي مجي صرنا عم نرتب الوقت انه المي بدها تجي الساعة 12 ونص شو لازم نعمل الغسيل. مرتي بتهيئ الغسيلات وبتحط الغسالة وبتحط بكرة وأنا حامل المنشفة واقف على الباب دي فوت على الحمام هيدي حياتي هيدي عيشة ونحن شو ستنا عنا 13-14 نهر بيكبوا بالبحر. نعم. بيكبوا بالبحر وما فينا نعمل له نسدود لأنه إذا عملنا له نسدود وعملنا تجمع مياه منصير نحن أغنى من البلاد اللي فيها بترول لأنه منصير منبيع مي. نعم. منصير نمشي الكهرباء على المي منصير كل شيء ما لازم يصير هيك لأنه ما بيعود في حصص تروح لما بدنا نعمل كل التزام وكل شغلة وكل حكي يا عيب الشوم. يا عيب الشوم أنه نحن 6 أشهر المي تنزل البحر الأبيض المتوسط بيزيد فيه كذا هذا ونحن بلبنان بالصيف معنا نقطة مي. يا عيب الشوم على اللي عاملين حالهم مسؤولين. يا عيب الشوم.